ولا شيء إلا وهو الحياة ديال الشيخ سيد محمد الحبيب العلم علم في القرويين علم أول الولي وثانيين عنده أحباب وعنده فقراء وعنده زاويات 52 زاوية في الجزائر اللي ردها كلها فقراء وقاريين وكل شيء في شرق وغرب وكان 360 طالب اللي خرجت منها وكان رحمه الله 18 عام 10 عام وكان يدرس في جامع الزيتونة وكان يحضر على الدرس ديال سيدنا سيدي محمد بن يوسف. الشيخ سيدي محمد بن حبيب الدرقاوي الأمغاري الحسني هذا من كبار رجالة التصوف وهو دفين مكناس، هذا من كبار علماء المذهب المالكي أيضا، كان فقيها وكان مفسرا وكان رجل علم بامتياز، درس في القرويين ودرس في زاويته في مكناس. الرجل توفي سنة 1972 يعني وكان معمرا عن سن نهز 100 سنة. ما خلفه الرجل في الحقيقة يحتاج إلى الكثير من الدراسات والأبحاث، لأن الرجل لا زالت يعني الدراسات لم توفي حقه بعد، لأن ما يعرف عنه أنه كان عالما وأنه نشر الطريقة في المغرب، ولكن القليل من المعلومات حول أن هذا الرجل هو الذي أوصل الطريقة الصوفية إلى يعني إلى العالم، فكان له مريدين في الولايات المتحدة الأمريكية، وكان له مريدين في بريطانيا، في جنوب إفريقيا، في دول آسيا، في الكثير من دول العالم. وكان صاحب علم وصاحب عدل وصاحب بركة وصاحب زاوية كبيرة داخل خارج كل شيء فيها، وكانت كذا من إسلامي اللي سلموا على يده، منهم هذاك الحاج عبد القادر راه في جنوب أفريقيا دابا 300 فقير اللي راهي عنده إسلاميين في جنوب أفريقيا، وثانيين في الإنجليز الزاوية، وثانيين في إسبانيا وفي العالم بعشره. الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي أيضا أثر في الحياة الفكرية والحياة الثقافية والأدبية للمجتمع الغربي، يعني يمكننا في هذا السياق أن نستدل يعني ببعض شعراء أمريكا الذين تعتز بهم أمريكا كالشاعر دانيال مور الذي توفي يعني منذ سنتين. هذا الرجل دخل الإسلام سنة 1968 على يديه وكتب جل أشعاره بنبرة صوفية جديدة استمدها من الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي، وكان يهدي كل دواوين الشعرية التي زادت عن 60 ديوان شعري كلها أهداها إلى الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي. وحجابك الأعظم للمعنك بين يدي، اللهم الحقني بنسبه وحققني بحسبه. الكار ديال الطريقة الحبيبية كان الذكر اليومي، كان الورد الشريف اللي تيتقرا اللي كيتعطى بالإذن من الشيخ أو المقدم المأذون، تيعطي الإذن للفقراء تيتقرا ذاك الإذن صباحا ومساء، وكاين الفحول من الفقراء اللي هما تيقراو الحافظة تيقراوها حتى هي الحافظة يوميا، هي طويلة لأن الورد يقدر الإنسان يقراه في واحد نص ساعه الصباح وفي نص ساعه مراسله المغرب كذلك. عبدك زكريا عليه السلام وانصرني بك لك وايدني بك لك. الطريقه الدرقاويه انا سمعت يعني من خلال ابحاثي ودراستي سمعت الديوان الشيخ سيدي محمد بن الحبيب الدرقاوي ينشد في جنوب افريقيا وينشد في ماليزيا وينشد في يعني في دول مختلفه من انحاء العالم، وهذا يدل على اهميه هذا الرجل وما قدمه ليس فقط للامه المغربيه ولكن ما قدمه للفكر الاسلامي بشكل عام، بحيث ان
أنه لعب دورا أساسيا خلال القرن العشرين في التعريف بالفكر الإسلامي وفي جعل الأوروبيين يقبلون الإسلام ويتغير صورة النمطية للإسلام في البلاد الغربية. نبيك ونبيك ورسولك نبي الأمة وعلى آله وصحبه على الشكر وكلمة ربي التامات المباركات سبحان ربك رب العزة عما يصف على سيدنا محمد نبيك ونبيك ورسولك نبي الأمة وعلى به على الشكر وكلمات ربك تامات.